جود مورنينج جود مورنينج. رح نرجع نبلش بمحل في كتير منكم حاضر فيديو اكيد قبل ستوف بيروت ورح تجوا تقولوا اذا رجع سالته ذات الاسئله طبيعي، واذا انتم مش حاضرين فيديو من قبل لازم عرفتم على شربل. شربل قصه صداقه، قصه حب، غرام، قصه سنين، قصه قديه صاروا 5 6 7 سنين ما بعرف اكثر، قصه شخص بحبه كتير من فردبيان من الضيعه من لبنان، لحق الباشن تبعه، بحب الاكل، بحب اللحمه، بحب السكين، بحب القص، بحب هول الاخبار كلهم سوا، من لبنان، من سوق الاكل، من خروف عمل ضجه بكل البلد وكل العالم حكيت عنه، لا ابو ظبي، من ابو ظبي لدبي. انا خبرت من الخبريه تركوا شيء للصوي تا يحكي. شوفكم بعدين. شو كيف بلشت القصه؟ بستوف بيروت. ستوف بيروت، فكره ستوف حكيناها قبل مره، رح نرجع نعيدها لانه هي بتختصر كل الخبريه. بتضيع عنا في شيء اسمه ستوف يلي هو عالم بتقول له قطرجه، عالم بتقول له بابور، عالم بتقول له ستوف، سو هي الكلمه اساس الكلمه ستوف. بس هي الفكره عنا بتضيع، الستوف كان يجمع العائله كل ليله من عشيه، وبذات الوقت ست البيت كانت تستعمله لتطبخ فيه يلي هي كان سلو كوكينج، تحط الطبخه تتركها تعقد وتخطر كل النهار، وبذات الوقت كانوا يدفوا عليه. فالفكره هي انه العالم تتجمع كلها حواليه، وبتبلش الخبريه هون، وعملنا محل بيجمع الطبخ وبذكرنا بلقمه البيت، بلقمه القديمه، بيجمع المحبه لانه العالم حلوه تتجمع بمحل في فايب حلوه تتسلى كلها سوا، والخبريه كلها بتبلش حوالي ستوف اللي هي ستوف. ستوف بلش بابو ظبي؟ صحيح، بلشنا بابو ظبي من سنه ونص تقريبا، ولا فتحنا ثاني فرع بدبي بجداف بروتانا. كثير يعني ما حدا كان بينتظر انه بهالسرعه تقدروا تفتحوا بدبي كمان، وفتحتوا هون وفتحتوا هون وصمله وماشي، والناس بتجي لانه بتحب. في شيء مختلف ديفرنت عن ستوف، شو هو؟ بلشنا بالابروتش، بالفكره كلها على بعضها. الفكره على بعضها مطعم لازم يكون اكله طيب اكيد، لازم يكون البرودكت جيد، بس بذات الوقت حلو الفايب. فستوف بيروت بيجمع عده افكار بقلب فكره واحده، بيجمع عده كلتشرز، عده عقائد وافكار بمنيو واحد وبالمحل هو نفسه. سو عندنا بالمنيو عندنا كذا فروع من المنيو بتفرجي الميكس بين المطبخ اللبناني والميديترانيان وال شامي كله على بعضه، مستعملين البرودكت مزبوط من الكل. وبذات الوقت عنا عدة ليالي، بهول ليالي عنا مثل ليلة الأربعاء عاملين فكرة مهضومة انه في شاب لبناني كان بالبرازيل واجا، جمعنا المطبخ البرازيلي مع اللبناني بقلب بعضهم بكونسبت اسمه من ريو لبيروت. عنا ليلة الخميس الكونسبت اللبناني الأصيل من القصص القديمة اللي مجمعينها ومن المنيو القديم اللبناني، حتى من الكعكة والمنقوشة والقصص كلها. وعنا كل سبت برانش لبناني كانك قاعد بضيعة، والمحل بيشبهه شوي انه كله خضار صحيح عن دبي، في فايب كتير حلوة وكانك قاعد بضيعة. طبخ اللبناني من الفوارغ للخروف للشاورما لكلها بخلطات ببهارات وببرودكت لبناني. خلينا نرجع على الاكل. ساعات انت بلشت جيت اخذت انت الاكل اللبناني تما تكون مثلك مثل حيالله مطعم لبناني موجود، قمت عملت شيء فيه، مش رح نسميه تويست، مش رح نسميه فيوجن، مش رح نسميه، عملت ذا شربل سيجنتشر. شو صحيح. عملت بالاكل اللبناني؟ سيجنتشر مثل ما انت وصفته، ما في تويست، ما في قصص غريبه، ما منك فاهم كيف مخلوطين، ما دخلنا الاجنبي على اللبناني، دخلنا فكره الطبخ الاجنبي على منتوج منتج لبناني اللي هي بعدها عم نشتغل باللحمه الموجوده بالبلد يلي هي فريش، بعدنا عم نشتغل ببهارات لبنانيه بس بطريقه خلط او نقع او طريقه تخمير تختير مش مستعمله كثير بالمطبخ اللبناني. انا عبالي اضحك كثير 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 لانه ليك مين عم بيصلح لمين، عرفت كيف؟ لا 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 عم نبش على الكلمات، يعني في كلمات عم نبش عليهم لبنانيه بس تشيل النحو وتركبه على العامه شوي. وتكون عايش بمحل بيحكوا انجليزي كل الوقت ما عليك. طيب كم حرف بيمشي الحال؟ كم شربل اذا بدنا نحن تمام كثير نطول نقول اكثر 5 اشياء واحد لازم يطلب عندك، او انت يور 5 فيفورت، او الهول اللي يعني اوورد ويننج، هول اللي بس بيلاقون عن ستوف، شو هن؟ موجودين بالمنيو بخانة لحالهم، في عنا بالسلادات، في عنا لحمة مخللة ضروري يجربوها، حطينا على تبولة يلي الفكرة الخلط السلاد مع نوع من بروتين معين. عنا باللحوم عنا شاشليك كباب يلي هي فكرة لحمة مقددة شوي مخلوط فيها كباب، على فكرة التشيميتشوري الموجودة بغير كويزينز
دخلناها على كونسبت تبوله قصص خلطات موجودين على المنيو عندنا كثير مهضومه. جريت. نحن اليوم نهار السبت برانش صحيح 12 نبلش 12 للساعه 6 تقريبا فول داي اكسبيرينس فيها العالم توصل الساعه 12 اذا سهرانين قبل النهار او مطولين السهره بلشوا على 12 بمنقوشه على الصاج بفنجان قهوه على الساعه 1 بنفتح البوفيه بتضل البوفيه للساعه 5 تقريبا. يعني كنا نقول نحن من زمان بلبنان بنقول بيقعد اللبناني على طاوله الميزه نهار الاحد ما بيقوم العشيه هون زي عشنا زي اكسبيرينس ترويقه غدا تروح طب على البيت على بعد الظهر الخروف جاهز لمنقيش يلا شوية بسكوي طفولتنا غندور يلا إلى آخره بلش نلقمش ردي ومن ولع بموسيقى نشرب أكيد نشرب عبي لك يا استاذ يلا شو بلشت أنا مش مفروض شو اللي بيميز خروف شربت هيدا علاقة عمر أنا وياه هذا الخروف حب ألفة مربى بحنان ودلع عملوا مثل ولد صغير بس الفرق انه بالاخر بيخلص بغير طريقه نقع اهم شيء اول شيء بنريح اللحم كثير بنخليها تاخذ وقتها منقوع لفتره 3 ايام 4 ايام مينيموم بنقع بنجيبها مع بهاراتها مع السيزنينج تبعها كله مطبوخ على نار كثير خفيفه ان دايركت هيت طريقه معروفة بالمنطقة عنا بلبنان كيف ينشوى طريقة طبيعية مية بتعمل حطب والفحم بس وبنخليه يستوي على نار كتير خفيفة لفترة بين 6 ل 7 ساعات بصير يقرمش بهالطريقة وبصير تشوف الجلدة محمصة وليك اللحمة كيف بلشت تطلع مارينيتد عروة فضل الأشقر دي جي بستوف بيروت ريزيدنت دي جي هون حنولع اليوم أغاني بتسطل نرجع لأغاني القديمة الزمن الجميل انت كمان هون؟ يا سلام مش منك من المكان؟ والله بروح أنا وراك في مطعم في مطبخ في مطبخ انا جوا اكيد بنحكي بالباقي بعدين فدغري فت كبسه على المطبخ تفرجيكم الاجواء الحلوه هون والتحضير للبرانش اللي يمكن فيه يمكن شي 300 شخص هالمطبخ صغير شايفينه وراي بطعمه 300 شخص شو عم بيصير ما وراء الكواليس مثل ما حكينا كنا المطبخ تبعنا صحيح مطبخنا منا كتير كبيرة هون بدبي بس بنشتغل بكوكينج تكنيك غير كرمال نقدم طعمة أكل فريش وعدد عالم أكثر فبنشتغل على بنشتغل سوبيد بنشتغل تدخين لحمة بنشتغل ديفرنت تكنيكس كرمال نقدر نطلع كواليتي بغير طريقة وغير نكهات بنقدر ندمج هالنكهات كلها مع بعض هلا هيدي انطبخت خالصة جاهزة للبوفيه عاملينها رشو مستعمل نحاس جايبينه من لبنان مدوق بطرابلس على الإيد استعملها كرمال البرزنتيشن صحيح مطبخنا بستوف بيروت نحن مركبين الريسبيز مخترعين قصص بكل مطبخ معي بطل وخي وهو بينتبه على المطابخ مدير مطبخ مثل ما عنا بابو ظبي عنا بدبي هون معنا شيف نجيب خبره مطابخ كثير كبيره شغالين سوا بعده مطابخ قبل وهلا هون صار معنا بالتيم له من اول ما فتحنا شيف نجيب شغل بلبنان باهم المطاعم العربيه الايطاليه الفرنسيه وجيت على دبي مع الشيف شرب العقيقة لنخد بفكرة لبنانية نخلي الناس كلها تعرف فينا عم نعمل أكل لبناني على المظبوط بس بدبي
خي معيط للخروف لحاله. لايت لايت هيك هيدا جلدي ولايت لايت. ايوه ايوه مع عصير لايت على هيدا. ولا اخف من هيك. كل خبز بضل كل العالم خلطة سرية من الكاريبيان. مر قصر حامق صغير شوف بدي أخف من المرقوق هاي. هلا بيصدقوك بسكوت. ما حسيت بعد وحده مكفى على الربطه. او ماي جاد طعمه الجلد قرشته خفته قرقوشي. هي كم حبه بدها من بعدها؟ علبه بس لايت. اوف بتدوب يعني beyond words can describe. بتموت لحقوا حالكم يعني. oh my god ولا واجيو ولا كوبي ولا انجس ولا بلوط هول خويت. هما بدوا الحصتوا الي لك رح قوم فل. رح نقضي على الخروف. ما تخبرنا ليه؟ هذا الفيديو ما تعتهم شارب. عم بحكي جد اترك شي للناس بس يعني هلا بيجوا في خير بحر. ليك الموزات عم بتغلي معي لا صراحة أكثر من شوية ملح ما بده. ما بده دغري؟ ايه دغري دغري ديركت دغري دغري ديركت. مزال واضح. هاي سخنة. ثلاثة وطوالة نحن نعمل هون شيء اسمه كباب للعظم. كباب على العظم. ليه بنستعمل عظمة؟ أنا سبب واحد كتير هين بسيط على فرط التعليم تصور شيرة كده تطفع حقها ضبط يا الموضة. ما حدا نسبقك عليها ميدا في عادة عادة. فكرة العظمة انه بتوزع الحرارة مزبوط. بتاخد الحرارة بتوزع الحرارة كرمال لتسطو لحمة بغير طريقة ولا هي من توزيع الحراره. واهم شيء بالكباب في توزيع الحراره طبعا غير انه اللحمه طريقه الفرمه تبعها طريقه والبهارات طبعا. هي ولا هي من عم نعمل كباب حار. نعمل العرق مع توت من كفر دبيان لبناني 100% هيك بس شوي تنكسر الروتين تبع العرق هيك بيعطيها شوي سويتنس تكون ريفرشينج اكثر هيك فينا ننبسط فيها از اوبننج. تشيرز تشيرز. شغل صح.
ليش رح نعمل؟ رح نبدل الأدوار. أنت بتطبخ، أنا بدوق. هالمرة أنت رح تصور وأنا بدوق. شوية حمص. هذا الكباب اللي قبل شوي عمل طلعوا ملا طراوي. رح أتركه مثل ما هو. رح نفتحه هيك. رح نحط له الحمصات السحرية اللي معمولين صح. وبلا توم. فيكم تحطوا له رشة حرب إذا بدكم أو صوص. بتعرف شو أهم شيء يا شربل؟ ما دقوا فيها الحديد، ما في حديد. من الطبيعة إلى الطبيعة أعود. ولحمة طرية، الخبزة طبعاً طرية كمان وكتير طيبة. أكيد ما بدك إيه؟ رح يطلع لي أصلاً كويس تحتين. What's next؟ ليه البيض ما خروف؟ شو قلت لي بلا زيت؟ بلا زيت ايه لايت ايه؟ ايه لايت ايه. شو نحط لها محل الزيت؟ اشي مش كسلطة ايه هيك بيجي لونها شو هيك خفيف نضيف فرمان يعني. بس ضروري نحكي موضوع الشغف. كل الناس طلعت سكاكين، كل الناس بتقص كل شيء، كل الناس بتقص طبولة، كل الناس بتقص كتير اشياء، بس هو الطريقة، شرب للطريقة اللي بلقط الخروف، بيخزق الخروف، بحط الخروف، بيبرم السكين. يا زلمة، شو من وين اجى هذا الشغف؟ شغف شغف يعني حب. ما هو هيدا ما بتعرف من هو شغف، يا بيخلق معك وبتحس بهذا الايتم والبرودكت، بتحس كيف بدك تتعامل معه، بتنبسط بكل شقفه، بكل بارت، الكتف لحاله، كسرت لحاله، الجلد لحاله. انا عم بتخيل بس اول شيء بتتنقي شريكه حياتك بدها تكون بتحب الخواريف طبعا، وبعدين اولادك قال تفلتهم يلعبوا بين الخواريف. مع الخواريف حيربوا سوا اصلا. قليله سريعه. خلطة سريعة. خلطة سخنة لدرجة أنه خلطة خلطة سريعة. السر الخفيف. سمع. يلا بعطى. خبزة صغيرة. لا لا بليز. صح صح صح. صح. في أصول. سبقينة. يلا. لاحق. هديك ما بتقطع. ما بتقطع. هو عم يسافر ما فهم ليش عيطت علي بعدين فهم اللعبة. لك إذا إيدي عم يحترقوا يعني غنمك حيحترق. اتركها في تصوني. حبك من قلبي. شغف، حب، محبة، إحساس، فن. تشيرز. أوه ماي جود. Oh my god, الحر. واو نفعت. ايش طراول. اسمح له بالامان. زبده. منين لك بلا زبده؟ بلا زبده بلا زبده. قطع منها دعايه. قطع منها دعايه. هي لحمه زبده الزبده. لا لك لا لك. واو شربل. حبك. من جد حبه زلمه كثير. طلع جو الضيعة، طلعوا جو الضيعة. والله فرد بيان 360 فرد بيان. الناس مبسوطة، الموسيقى جوا، زرع نعنع. زرع نعنع. يلا مشوا. الجو كتير حلو، الناس مبسوطة، الأكل كتير طيب، ورايحين نشوف النعنعات. زرع زرع مش عم يمزح. سمع. واو
تسهر؟ شو؟ كيف؟ بيرفكت. وانت كمان لحق وين من كان، لحق وين من كان. هيدا خولد تبع تروبلس وهيدا الكين انتوني برنس. هلا مريت بالصف مثلا في سفرات بيجي عليهم بيكون مش هون، ما تفكروا انه ممنوع مصور معه يعني. الصوره بالسامسونج احلى.